المصاعد عطانا متظاهرين ساحة الحبوب وجايين يقولون الأخزين على فورتهم. اللي تشوف الدولة المصاعد عطلانة وهاي المتظاهرين جايين يقولون على ظهرهم. السلام عليكم. حاليا في مستشفى الحسين التعليمي. شوف الماي بالطابق الخامس. الآن الساعة 2:00 فجرا يوم الأحد مصادف 28/6. شوف الحالة، شوف الوضعية، وين خلية الأزمة؟ خلي يجون يشوفون الطابق الخامس. ساعة 2:00 هسه 2:00 الفجر مصباح يوم الأحد 28/6. شوف. طيب، الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أو آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. اليوم ناشد مجموعة من طلبة الدراسات الخارجية المسؤولين في الحكومة الحالية، معاملتهم أسوة بطلبة الدراسات الصباحية والمسائية، وقال الطلبة بأن الحكومة الحالية لم تصدر حتى الآن أي قرار بإجراء الامتحانات الخاصة بهم أسوة ببقية الدراسات المتوسطة والثانوية بفرعيها الصباحي والمسائي، وطالبوا بحل مشكلتهم وعدم تضييع جهودهم طبعا. وأطلقوا هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك بعنوان أنصفوا طلبة الخارجي. معروف احنا عندنا بالعراق اللي مثلا عمره كبير او مجهول بعمل يقدر يمتحن خارجي بدون الحضور الى الدراسة في العراق، ومع بداية الفيروس فيروس كورونا في العراق وفي دول العالم، يعني هناك اصبح اضطراب في الدوام، ليس هناك دوام في المدارس، وما دفع وزارة التربية ليس في العراق فحسب في دول العالم إلى اتخاذ قرارات استثنائية لهذا العام، منها مثلا هناك مراحل مثل الثالث متوسط تم احتساب نصف السنة، يعني اللي امتحنوا في نصف السنة اعتمدوا درجاتهم حتى يكون ما يسمى بالعبور. بالنسبة للسادس إعدادي لا، عندهم امتحانات قادمة في الأيام القادمة. هناك حديث بأنه وزارة التربية لن تعامل طلبة الخارجي مثل ما تعامل طلبة الصباحي والمسائي، ولم تقم بوضع جدول امتحاني لهم أسوة ببقية الطلاب. خلونا نشوف مناشدات لمجموعة من الطلاب من المحافظات العراقية وهم يتحدثون عبر الفيديو اللي راح نشوفه بعد قليل، يناشدون وزارة التربية والمسؤولين في العراق لإجراء امتحانات لهم أسوة ببقية الطلاب في الدراسات الصباحية والمسائية في الصف السادس الإعدادي. نشوف ونرجع لكم. السلام عليكم. بتاريخ اليوم 28/6/2020 احنا طلبة السادس الخارجي، احنا اليوم نريد نناشد وزير التربية بإعادة النظر بما يخص طلبة السادس الخارجي. احنا اليوم نريد نعرف شنو مصيرنا، احنا اليوم لا عندنا جدول حتى نمتحن ولا نعرف ايش وقت امتحاناتنا، كل ما يطلع اي شكل، ناس تقول راح يعودوا لكم سنه، ناس تقول امتحاناتكم شهر ثامن، واحنا شنو الذنب؟ احنا صار لنا اشهر ندرس وانتم تعرفون كل زين السبب اللي جبرنا على دراسه الخارجي. فاحنا هسه نريد نطالب بالدخول الشامل. احنا هسه قرارين، يا اما يخلونا دخول شامل ونمتحن ويا طلبه السادس، او يخلونا جدول حددونا جدول نمتحن على حسب الاصول. فشباب اللي يريده من عندكم يسوون الهاشتاج وتشاركوا ويانا. السلام عليكم. انا حط طلاب الخارج من محافظه نينوى جامع الايسر. نطلب من الحكومه بانصافنا مع طلاب الصباحيه المدارس الصباحيه والمسائيه، نحن كطلاب الخارجي، والا فسنقوم بمظاهره سلميه ان شاء الله في جميع المحافظات. الهدف منه ايصال صوتنا وعدم تهميشنا ومساواتنا مع أخواننا في المدارس الصباحية والمسائية. وشكرا لكم جميعا. بعد هاي اللحظة ما حد شاف المشارب العراق كله، أخليم كردستان يا ناس يا عالم، أخليم كردستان مشار الثالث صارت أزمة كورونا، شافوا محرسا دخول شامل للطلبة الامتحانات الصفوف المنتهية وعبور جميع الطلاب إلا إحنا. ما شاء الله والله العظيم دمرونا 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 إحنا الطلاب الخارجي، كل
الطلاب شافون يعني حال شافون النتائج الا احنا يوميه ماكو دخول شامل دخول شامل ماكو دخول شامل ماكو شيء. واليوم اخر شيء بقراراتهم ما جابوا لنا طاري. شنو ذنبنا احنا؟ مو اسلام مو بشر مو طلاب ما عندنا رغبه نريد نمتحن. شنو السبب؟ شنو السبب التقصير ويانا؟ شوفوا لنا شاره اخوان، شوفوا لنا شاره. ليش هيك ليش هيك يوميه كاسين خاطرنا ونريد نقرا مالنا واس بسببكم؟ الله الله ايش اقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم اخوان، ارجو منكم مشاركه هذا الفيديو وتعمموه. احنا طلاب الخارجي، الناشد وزير التربيه، الناشد المسؤولين ان ينصفونا الدخول شامل او قرار يستاهل تعبنا. ما يصير هيك، كل المراحل اعطيتوهم عبور واعطيتوهم دور ثاني وامتحانات، الا احنا بقينا الى الان بدون اي خبر رسمي. وشكرا. السلام عليكم، مناشدة إلى كل من يخصها الأمر بالخصوص وزارة التربية وكل مسؤولية. إحنا اليوم طلبة الخارجي نريد نعرف مصيرنا. وزارة التربية نطت اعتماد درجة نصف السنة للصف السادس الابتدائي زائد الثالث المتوسط والسادس الإعدادي، نطتهم الجدول وحددت الموعد يوم 8/8. طلبة الخارجي ما حد جابهم بالطاري، ما أعرف يعني ليش هذا التجاهل. إحنا درسنا من شهر 12/2019، يعني صار لنا بحدود السبع أشهر ندرس، دفعنا الفلوس 50,000. فنجي ننصدم بصدمة أنه احتمالية تأجيل الامتحانات للسنة الجاية، لا هذا شيء مستحيل ومرفوض رفض تام. إحنا نريد حلول، نريد نعرف مصيرنا، ما نريد تخدير. يعني يطلع لنا حيدر فاروق المتحدث الرسمي يقول ها يابا منتسبي الدفاع وداخلية وإحنا ما سألهم، يعني ماكو ربط بالموضوع. إحنا نريد نعرف مصيرنا، يعني كافي تخدير، وقت ماكو. وزارة التربية عندكم حلين، يا أما دخول شامل لكل طلاب الخارجي أو تحديد موعد الامتحانات. لماذا هذا التأجيل؟ لماذا لا شعار آخر؟ لماذا هذا التهميش بحقنا؟ ألسنا أسوة ببقية الطلاب؟ اتخذتم قرارات لباقي المراحل المنتهية والغير منتهية تقع جميعها في مصلحة الطالب تجنبا لإعادة السنة الدراسية لهم باستثناء طلاب الدراسات الخارجية، وعلما أننا بذلنا جهدنا في التحضير للامتحانات والدروس التقوية. فنطالب من حضراتكم اتخاذ قرار بإلغاء الامتحانات التمهيدية وإعلان الدخول العام وتحديد موعد الامتحانات، كونها تقرر مصيرنا وتجنب تأجيل السنة الدراسية الحالية، وإلا ستكون لنا وقفة احتجاجية يوم 5/7 المطالبة بحقوقنا. نعم، شفنا بعض الطلاب مقاطعهم اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على تويتر وفيسبوك، وهم يناشدون السلطات الحكومية وبالأخص وزارة التربية بإيجاد حل لهم هؤلاء طلاب الخارجي. طبعا طلاب بدورهم ناشدونا احنا كقناة الرافدين، واحنا فتحنا لهم المجال للحديث. وناخذ أول اتصال مع الطالبة ضحى من ديالة. تفضلي ضحى. أهلا وسهلا بيش، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ إحنا طلاب الخارجي وهذه أحياء. أستاذ هذا ظلم ومو ظلم، إحنا منصف دخول عام، زين إحنا متوافقين على امتحانات التمهيدية وما طالبنا بالدخول العام، من صايب إحنا مو يا الخارجي أو مو يا الصباحي، بس إحنا نريد دخول عام، زين هسه هم صباحي من نطهم سنة دخول عام ونطهم هذا المعدل اللي صراحهم. أستاذ هم مو أصلا مداومة، مو جاتي أزمة الثورة، مو جاتي أزمة كورونا، مو خالي مثل الثمنة، إحنا هم جدرنا دروس الحياة وإحنا هم تعبنا وإحنا هم صرينا، بس إحنا هم نريد هم نريد، يعني شنو الفرق بيننا وبينهم؟ نعم شنو الفرق؟ هم مداومة، أريد هسا طالب بس الأواد اللي في السنة اللي فاتت داوم، أريد طالب يجي يقول أنا داوم تعبت على نفسي بالمدرسة، مستحيل كلها لازم دروس خصوصية، وإحنا الخارج عالم العالم واحنا دفعنا فلوس. من كانت الوزيره طلعت حجه، يعني حجه اصلا فاتها وقدها مال الدخول بان هي تشوف دفاتر ما عندها وما عندها فلوس مال المصحفين، زين احنا اقترحنا مقترح بينا وياها للطرف قلنا عاد ندفع مره ثانيه 50,000 ويصير المبلغ 100,000، بس المهم تدخلونا او مهم تمتحنونا وما قبلت. الموضوع المقترح الثاني على الاتصالات كل مره تمتحن وهم ما قبلت. عافت الوزارة وقت راحت اجت لنا وراتنا غير وزير، وهم نفس الحكي وهم نفس الزول، يعني هو هذا يعني ودي يكون اجتماعات، احنا وين؟ احنا وين اسمنا بالبلد وين؟ زين احنا ما راح نتوظف راح نطلع برا نصير نخدم غير بلد غير اللي نخدم بلدنا؟ نعم. زين ضحى، انتم يعني من ناشدتوا وزارة التربية،
ما حصلتوا أي جواب منها؟ ما حصلنا أي جواب. نعم. الله وكيل، هاي ثلاث اجتماعات أربعة، مرة للسادس ابتدائي، مرة للثالث متوسط، ومرة للسادس إعدادي الصباحي، والخامس حاطنا على فتحة، لا يقدم ولا يأخر على أي أساس؟ إحنا مو بشر مثلهم؟ وإحنا منين جايين؟ من غير دولة وقعدنا بالعراق؟ حتى لو خارجين والله من خارج بلدي، والله ما يحصلنا، إحنا هذا مو بلدنا، بس إحنا بنص بلدنا قاعدين. نعم. إحنا بنص بلدنا. يعني إذا إحنا بلدنا ما عندنا مطالب بعد غير بلدان شلون؟ شوف البلدان وين وصلت؟ كردستان وين وصل؟ هاي كردستان وين بلدان وين وصل؟ ليش إحنا اللي ورا؟ بنرجع؟ برأيك ضحى شنو المانع من وزارة التربية يعني تنزل جدول امتحانات الصباحي والمسائي للصف الإعدادي بالنسبة طبعاً إذا كان علمي أو أدبي والفروع الثانية، وما تمتحنكم أنتم كطلاب خارجي؟ شنو المانع؟ يعني هل مقنع أنه بسبب فيروس كورونا؟ زي ليش مثلاً الطلاب السادس الصباح والمسائي يمتحنوهم وأنتم لا؟ راح يلقطون متلقطين على فيروس كورونا؟ نعم. ولا فيروس التواصل ولا لا؟ هذا اسلوب تعصب. هذا عين اذا هو عين وزير الصحه تقدر يقول شنو الطرق او يختار منها تحليله. نعم. اذا تعليم عالي يقول لي سبب كورونا او ما يطلع الخارجي، ليش الصباح الجد له عدد واحد اثنين ثلاثه راح يحطون القاعه يعرفون ان القاعه بس المستفى نفرات واعداد قائمه زين الجدار. يلا يقولون فيروس كورونا مسبب، يوم طو تصفيت الوقت يوم، والأجهزة وقفت يوم، والأحياء يسبب يوم. نعم. يعني الخارج من شباب، أكو أجهزي، أكو تطبيقي، وأكو أحيائي. بس المستوى وقفنا موعدنا دائما في سنة، الساعة بالنسبة للامتحان. أجيال، بس المستوى وقفنا. إن شاء الله، إن شاء الله صوتكم. إن شاء الله صوتكم يوصل والوزارة تلقى لكم حل. ضحى من ديالة كانت معنا، معنا طالبة أخرى وهي تبارك من بغداد، تفضلي تبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي عيني. يعني إحنا الطلبة اللي كلش المضغط علينا، وإحنا اللي صاحبين عوائل، إحنا البنات بالنسبة لنا الزوجات البينا اللي انحرمت من الدراسة بسبب العادات والتقاليد، رجعنا هسه يعني بهاي السنة نجي وكل الظروف دا تمر على كل العالم، دا تمشي ظروف، هذا دا يمر على كل الدول مو بس علينا احنا، كل العالم مشت وتعدت ووقفت على رجليها الا احنا. زين احنا ليش يعني ليش انه احنا الطلب الوحيدين اللي انظلمنا؟ الابتدائية المتوسطة الاعدادية كافة فروحها كلها بقولها حال طلبة خارج الوحيدين اللي هم انظلموا بهاي الظرف اللي صار كليات. زين ليش؟ شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنبنا احنا؟ قرينا وتعبنا ورحنا واجينا وعفنا عوائلنا، شنو ذنبنا هسه تجي بلمح البصر يختفي هذا كلياته وتعبنا كله يروح؟ شنو ذنبنا احنا؟ نعم. نفس التساؤل اختي تبارك، يعني ما حصلتوا اي جواب قطعي من قبل وزارة التربية او من المدرسة اللي تدرسون بها؟ نهائيا. نعم، شو يردون عليكم؟ شو يقولون؟ ما حد يرد علينا، هو اصلا منو مهتمنا؟ ما حد يرد علينا. نعم. يعني هسه احنا قلنا اجتهاد من عندنا احنا طلبة الخارجي على تويتر، على الانستغرام، على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يعني قلنا اليوم هو صعدت طلبة الخارجي ترند، صعدت بالتويتر، وده ننتظر جواب من عندها من الدولة، يعني على يعني لعل وعسى ان الدولة تشوف لنا حل او يشوفوها احد المسؤولين. نعم. يعني تشوفين إيقاف امتحانات الطلاب الخارجي هو ظلم بحق شريحة دون أخرى؟ طبعا أكيد. نعم. ظلم أنه يعني هم شافوا الكل شيء حل، يعني جميع المشاكل شافوا لها حل، إلا طلبة الخارجي ما لهم حل. ما معقولة دولة ما عندها حل لهاي الفئة؟ نعم. يعني هم يعني مرامة، يعني هاي العالم كلياته امتحنا ومشى، ويعني السنة مشت بسبقنا احنا، يعني ما يصير هذا ظلم لنا. مو بس انا ده احكي انه كاحنا بنات، انه احنا يعني انا بالنسبة لي عندي عائلة وعندي طفلة ودا ادرس، بالنسبة للشباب يعني شنو وضعهم اللي بركبتهم عوائل؟ نعم. اللي منهم منتسبين، اللي منهم يعني ودا يدرسون، هم ينزل شنو ذنبهم حتى يجون يلغوها هذا كليته؟ يعني ما يصير هذا ظلم.
بالفعل بالفعل. نعم. ما تشوفين انه انت يعني أزمة كورونا يعني اثرت على الموضوع؟ اثرت مو بس علي اني ولا نعم. على 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 مدينتي هاي هاي هذه قامت على على يعني كل الكره الارضيه كلها توقفت بس رجعت الكل عاد نشاطه ورجعوا من جديد وجديد بس احنا الوحيدين اللي بعدنا لحد هسه نرجع لورا. نعم. وحتى الباقيين الطلاب كلها مشت بقينا احنا يعني لا جدول لا احد ينصفنا يعني ماكو هيك شيء يعني ما يصير. نعم. المن تناجدين تبارك؟ أيوة. اكيد نص وزير التربيه يعني وبقيه الوزراء انه يحسبون انه احنا ابنائهم يعني احنا هم يعني اسلام احنا وياهم حتى ما يرجع يحسبون ابنائهم يعني يعني خلي يحسبون اخوانهم ابائنا يعني احنا نريد عطوفهم علينا انه يعطفون علينا انه يمتحنونا يعني احنا هم بدنا نمتحن بفلوسنا ترى احنا كليتنا بدنا نمتحن بفلوسنا احنا ما رحنا انه بدنا يتفاضلون علينا هم بس هسه احنا نريد فضلهم علينا لانه احنا هسه مظلومين. نعم. ان شاء الله صوتكم يوصل وان شاء الله يعني ازمه وتعدي وان شاء الله تمتحنون. تبارك من بغداد. مصطفى كذلك احد طلبه الخارجي من بغداد. تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، هلا وعيني، تفضل. طبعا اشكركم على اليوم على مناشده الطلاب الخارجي، واليوم انا يعني احب اقدم صوتي نعم. باسمي وباسم طلاب الخارجي كامل سواء كانوا يعني ذكور او اناث. نعم. يعني احب اوجه رسالتي لوزير التربيه او باقي الوزراء او العراق بصورة عامة. نعم. إنه أقول له يعني إنه موضوع كورونا هو موضوع دولة كامل. ألو. نعم معك مصطفى ما أريد أقاطعك. نعم. نعم. يعني موضوع كورونا إنه هو مؤثر على الدول كاملة بصورة عامة. نعم. فيعني أنت يا وزير التربية أو أي عضو بلجنة هيئة الرأي أو النزاهة أو العامة. نعم. أتمنى إنه يعني توصلون صوتنا. او انه تصفونا يعني احنا كطلاب خارجي ترى بينا يعني طلاب مستوانا يعني احسن من الصباحي والمسائي انه مو من حقكم انه تحرمونا من هذا الشيء وخصوصا انه احنا يعني تعب احنا مقدمين على الخارج من سنه 2019 بشهر 11 لحد هسه وهذا التعب كله والقلق والارهاق وزادا انه احنا يعني دافعين هذا الشيء من تعبنا يعني لا تنسى انه احنا دافعين فلوس على مود احنا نجرب الامتحان. نعم. واحنا يعني ماكو ترى طالب خارجي انه هو ما ملتزم بعائله وما ملتزم بشغل فمو من حق انه اي وزاره سواء وزاره التربيه او اي وزاره تتعلق هذا الشيء انه تحرمنا من هذا تعبنا لان احنا اول سؤالي يعني احنا موضوع كورونا هالسنه يجوز احنا عايشين يجوز سنه اللوخ احنا ميتين لا سمح الله. فاحنا يعني نحب انه نوصل صوتنا واضافه انه يعني احب اوجه نعم مناشده لوزير التربيه او الاستاذ صلاح القيسي انه يعني هسه تسوون مناشدات وتعطون حلول للمهني وللصباحي وللمسائي يعني كلهم وحتى الثالث تعطوهم انه سنه عبور مع انه قبل قالوا انه ما يصير هذا الشيء لان هذا الشيء ممنوع دوليا. فهسه يعني احنا بقينا شلون اقول لك احنا يعني ضلينا مثل الزاري يلعبون بينا على راحتهم وما مطينا يعني قرار يعني هسه انا كطالب خارجي من شهر 11 لحد هسه انا اقرا زين شنو ذنبي انا قاعد اقرا شيء يقولون انه ماكو امتحان زين هذا التعب والقلق والشغل واهلنا وتعب عوائلنا والفلوس اللي صرفناها وعلى المدرسين وعلى كل شيء بحياتنا مو من حقهم انه يحرمونا من هذا التعب. نعم. فاحب انه اوصل لهم رساله باسمي وباسم طلاب الخارج سواء سادس سواء ثالث متوسط سواء حتى الابتدائيه. اكو نسوان يعني بالقوه مدبرين روحهم على مود بس يمتحنون ويحصلون شهايد، يعني ترى احنا طلاب الخارج مظلومين اكثر شيء حاليا. فاحب اوصل كمقترح لوزاره التربيه انه هو يعني ان شاء الله يستمعون اذا وصل صوتي من خلال قناتكم الموقره. نعم. انه هو يعني سووا مقترح حلو انه يخلون امتحان يوم للتطبيق يوم للاحياء يوم للادبي. احب انه اوصل الفكره انه لازم يعني تضيفونا مثلا حتى لو انه تضيفونا احنا كيوم رابع يعني تمتحنون يوم تمهيدي يوم تطبيقي يوم احيائي يوم ادبي عم تحلون هاي المشكله انه ما تخلونا اوكي ما نريد احنا نمتحن ويا الصباح ونريد نثقل عليهم بس اتمنى انه يعني حتى لو شوي يعني بس ينظرون علينا شوي يعطونا فرصه يعني مو من حقهم انه يجون على سنه اللخ يجوز هسه احنا عايشين سنه اللخ ما الله اعلم يجوز سنه اللخ تحول الاوضاع للاسوء سواء كورونا او غير امراض العراق وضعه متدهور انه احنا ما نقدر ننتظر يجوز هسه احنا نحقق احلامنا سنه اللخ ما نقدر نحقق احلامنا
برايك مصطفى، انا سمعت بعض التصريحات من قبل يعني مسؤولين في وزاره التربيه، يعني تقريبا نفس الكلام اللي انت تفضلت به، انه يعني بسبب الظروف، ظروف كورونا، وما يقدرون انه يجرون امتحانات لكل الطلاب والى اخره. برايك يعني وزاره التربيه وهذا الكادر الكبير من المدرسين والقاعات الامتحانيه، هل يعقل بانها عاجزه عن توفير مثل ما انت قلت يوم رابع لامتحان الطلاب الخارجي، او بنفس اليوم ولكن في قاعات اخرى؟ نعم اكيد استاذي، احنا انا احكي لك عن كواقع طلاب. نعم. احنا يعني موضوع الصباحي والمسائي اعدادهم تتجاوز ال 300 الف طالب، لان احنا الخارج بصوره عامه بكل محافظه بالزايد اذا يكسر روحه 30 الف او 15 او 20 الف بالزايد، هاي ما عدا الناس اللي ما راح تجي، الناس راح تخاف من الكورونا. نعم. فاحنا كاعداد خارجي يعني مجرد عدد بسيط، انه شكل لك يعني نقدر احنا بجامعه واحده يحصلنا كلنا ونمتحن بهاي الجامعه، يعني احنا مو عدد. ثاني شيء انه هم حتى اذا اجلونا على سنه اللغه، السنه اللغه هسه احنا مثلا كل محافظه 30 الف، زين سنه اللغه كم راح يصير؟ 30 الف او اكثر، سنه اللغه شلون راح يواجهون هاي المشكله؟ نعم. زين احنا قدمنا هاي السنه ومنتظرين وتعب وكورونا ومظاهرات، زين ليش مو من حقنا؟ احنا دافعين فلوس، احنا رايحين نمتحن، احنا بفلوسنا، مو احنا مو طلاب صباحي على مود هم يجيبوا لنا دفاتره ويجيبوا لنا مراقبين، لا احنا هذا تعبنا، واحنا من شهر 11 لحد هسه احنا الله شاهد واحدنا لا نايم لا تعب ابد. زين يطلع الاستاذ فاروق، اوجهنا تحيه طبعا من خلال قناتكم. نعم. يقول انه احنا ولقينا حلول كل الطلاب وننتظر خليه الازمه بخصوص الخارجي، يا خليه الازمه ليش ما قرروها على الصباحي والمساء؟ ليش بس على الخارجي تطبق؟ يعني احنا شو هدفنا؟ كل ما يطلع ويحكي ويقول انه احنا يعني مثلا سوينا لهم امتحان بالثالث تاجل، سوينا لهم بالامتحان بالثالث تاجل، احنا طلاب مو احنا بدنا ناجل، احنا مجرد مواطنين عايشين بالعراق. ان شاء الله ان شاء الله يا رب هي خليه الازمه. نعم توصل رسالتكم وان شاء الله يلاقي لكم حل، ويا رب ان شاء الله كل التوفيق وتمتحنون هاي السنه، والله يبعد عنكم كورونا وغير كورونا. انا اشكرك مصطفى من بغداد. خلونا نقرا بعض التغريدات حول هذا الهاشتاج اللي هو جاء بعنوان انصفوا طلبة الخارجي. طبعا واحد اسمه دكتور احمد قال السيد رئيس الوزراء، نحن طلاب الامتحانات الخارجيه، تنوي وزاره التربيه الغاء امتحاناتنا لهذه السنه، ويعتبر هذا القرار كما قال في تغريدته كرصاصه في رؤوسنا، لاننا ناس اصحاب عوائل ولدينا مسؤوليات كثيره، تركنا عملنا منذ شهور من اجل المذاكره. فطم قالت مطالبين بحقنا، كافي ظلم، نريد نمتحن، كافي تنطونا الاذان الطرشه او الاذن الطرشه. هاشم صلاح غرد يا سيادة الرئيس، الشعب بين مطرقة الوباء وسندان الوزراء، جيل المستقبل يظلم من قبل وزراء دولتك، فلا تكن كباقي الحكومات تغلق آذانها لكي لا تسمعنا، لكن لنا رب يسمعنا ويجيب. أنصفوا طلبة الخارجي. معنا اتصال من الديوانية، جنى من الديوانية، تفضلي جنى، وهي احد طلاب الخارجي. تفضل يعني جنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اول شيء اني احب اشكر قناه الرافدين لاهتمامها بامر طلاب الامتحانات الخارجيه، هذا واجبنا يعني جنى، وتوصيل صوتنا ومناشداتنا من خلال هذا البرنامج. نعم. باسمي واسم جميع طلاب الامتحانات الخارجيه اناشد السيد رئيس الوزراء والسيد معالي وزير التربية المحترم. نعم. بالالتفات طلبة الامتحانات الخارجية والنظر بموضوعهم وعدم تأجيل الامتحانات للسنة القادمة. نعم. وكل اللي نرجو من عندهم الدخول الشامل نظرا للأوضاع الصحية جراء تفشي فيروس كورونا اللي يمنع من أداء الامتحانات التمهيدية هاي السنة. نعم. وأنا كطالبة امتحانات خارجية وأعرف الظروف الصعبة اللي يمر بها الطلاب. نعم. والكل منكم يعرف هم فعلا يستحقون الدخول الشامل. نعم. لأنه إحنا تعبنا هواية هاي السنة من تقديم اللي كان ظروف صعبة وظروف مظاهرات وطرق مسددة، وأني بالنسبة إلي أسبوعين اللي كملت إجراءات التقديم. نعم. إضافة إلى الدروس الخصوصية والملازم، وهي كلها خسائر مادية طبعا، وتعب وقراية وغيرها من ظروف.
فاللي نرجو من حضراتهم ما يضيعون ثمرة تعبنا ولا يحطمون طموحاتنا ويمتحنونا ويدخلونا دخول شامل حقنا حال اخوتنا الصباحي اللي يمتحنون نمتحن واذا ما نعم. واني اجدد شكري لكم وجزاكم الله خير الجزاء. الله يسلمك عيني جنى ويا رب كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نستمر بقراءة بعض التغريدات على تويتر حول موضوع الطلبة الخارجي بالعراق والهاشتاج بعنوان انصفوا طلبة الخارجي. محمد قال هاشتاج انصفوا طلبة الخارجي متداول الان في ترند تويتر العراق، وقال بعد تجاهل وزارة التربية لطلبة الدراسة الخارجية وعدم ذكرهم بأي تصريح، الان الطلبة يطلقون هذا الهاشتاج ويطالبون من خلاله بإنصافهم بالدخول الشامل أسوة بأقرانهم من الدراسة الصباحية والدراسة المسائية. عبد الله علي قال شباب بنات أنصفونا أنصفونا. معنا اتصال من كربلاء، محمد. محمد من كربلاء وكذلك هو أحد طلاب الخارجي، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، هلا وعيني هلا بيك. شلونك؟ شلونك؟ الله يسلمك ويخليك. الله يحفظك. من خلالكم من ناشدكم انتم نشكركم توصلون صوتنا للجهات المعنيه السيد رئيس حبيبي الله يسلمكم وزير التربيه لاي شخص موجود اليوم بالحكومه يسمع صوته يحاول ان يقدم لنا خدمه. نعم استاذ احنا طلاب الخارجي والله مظلومين. نعم. احنا قدمنا العام سنه 2019 شهر 11. نعم قدمنا ولحد هذا اليوم لا امتحنونا ولا اعطونا تسجيلات عن حال الدراسات الصباحيه، خلوا قضاياتنا معلقه. على اساس امتحنونا بشهر الواحد واجلوا امتحان على مود الظروف اللي كانت سابقا تظاهرات والامور وما خلونا. نعم. انه وجد هذا الوباء وباء كورونا اجلوا امتحانات. فعلا يا استاذ من خلالكم ومن خلال ساعتكم المفضله نطلب منكم هاشتاج صفونا. نعم ان شاء الله يوصل صوتكم زين. محمد احنا استمعنا للاخوه والاخوات من دياله وبغداد ومن الديوانيه، انت بكربلاء مثلا من راجعه مديريه التربيه او المدرسه اللي انت سجلت بها امتحانك الخارج السنه الماضيه، شو يقولوا لك؟ يعني انه اكو قرار قطعي بعدم اجراء امتحانات لكم لو الامر معلق ما تعرفون شنو؟ استاذنا العزيز الامور كلها معلقه، ما حد يعطينا اي كلام بخصوص الامتحانات للخارجي. اي موضوع ما صار. نعم الله يوفقكم ان شاء الله. نعم تفضل. قدموا صوتنا لهم لاي شخص لاي انسان لاي شخص. يعني احنا من نريد نمتحن خارج احنا ما نريد نصير وزراء او في شيء، احنا ناس كسر اصحاب موظفين تفيدنا بدوائرنا بامورنا بمعيشتنا. نعم وانا اشكرك. هذا ابسط حقكم حبيبي محمد، اني اشكرك شكرا جزيلا وربي يوفقكم ويحفظكم. تغريده النوشة اسمها على تويتر تقول معالي وزير التربيه المحترم، نحن طلاب الخارجي نطالب بانصافنا اسوه بالطلبه المنتظمين، لقد حددنا موعد يوم 5/7 بالتظاهر امام مقر الوزاره ولا نعود الا بعد تحديد امتحان لنا
تمهيدي كان أم دخول شامل. واحد طبعا قال متهكما وحط صورة كهرمانة، قال أنصفوا طلبة الخارجي مشي عليه كهرمانة يا الكاظمي، دم خفيف مؤمل، إن شاء الله يا رب يوفقكم وإن شاء الله تمتحنون ويحفظكم يا رب. أحمد قال أنصفوا طلبة الخارجي، يعني ما أعرف شنو السبب اللي عقل شمولنا بالدخول الشامل، شنو ذنبنا وإحنا ندرس ونتعب من بداية السنة. يعني خطية الطلاب، هو يعني لو مصر على الدراسة ويريد شهادة ما كان يعني ناشد عبر كان قناة الرافدين أو أطلقوا هاشتاج على تويتر أو عبر القنوات الأخرى أو مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنهم شباب وشابات يعني طموحين يريدون يكملون دراستهم، فهذا أبسط حق من حقوقهم. إما وزارة التربية أن تجري لهم امتحانات أسوة بالصباحي والمسائي في نفس الموعد، أو مثلا وراها عشرة أيام أو في قاعات أخرى، يعني اللي يتحمل مئات الآلاف من الطلبة أو أقل أو أكثر ممكن أنه يتحمل هذا العدد، والمعروف بأنه الطلب الخارجي أقل بكثير من الطلبة المنتظمين في الدراسات الصباحية والمسائية. محمد قال ساعدونا، مررنا بظروف منعتنا من إكمال الدراسة، وعندما رأينا نقص الأكسجين في المستشفيات عدنا للدراسة لكي نوفر الأكسجين لشعبنا البائس بالعلم. تتقدم الأمم، بالفعل لن تحرمونا من التعلم، هذا حقنا والحق يؤخذ وسيؤخذ، أنصفوا طلبة الخارجي. محمد جاسم قال نطالبكم بالإسراع والنظر في قراراتنا أسوة ببقية المراحل الدراسية، وكوننا الآن لا نعلم مصيرنا ولا نعلم موعد الامتحانات التمهيدية ولا النهائية، ونطالب بالدخول الشامل وأيضا بقرارات تكون من صالحنا كبقية القرارات التي أصدرت للمراحل الدراسية، أنصفوا طلبة الخارجي. علي قال نحن طلاب الخارجي ترانا في ما تر يقول ما ترانا في نظرك أو ما تشوفنا في نظرك، هل نحن سوء للدراسات أو يعني ما أعرف. يقول لماذا فرقت بيننا وبين الطلاب السادس الإعدادي الصباح والمسائي، لماذا تقبل أن نمتحن في هذا الوضع وبسبب كورونا، هل نحن لا نمثل بلد، هل نحن ليس من هذا الوطن، نطالب بدخول الشامل وهو مطلبنا الوحيد. نعم، ومثل ما عرضنا في بداية الحلقة مقاطع الطلاب، بعض الطلاب اللي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعني يناشدون بإجراء امتحانات لهم أسوة بباقي الطلاب. خلونا ننتقل إلى موضوع أعداد الإصابات اليوم بكورونا. طبعا اليوم وزارة الصحة في العراق أعلنت عن تسجيل 96 حالة وفاة، الله يرحمهم ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، و2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في مختلف المحافظات، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 1756 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية أكثر من 45,400 إصابة لغاية اليوم. معنا اتصال أنمار من الأنبار، تفضل أنمار. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. عندي مناشدة بخصوص طلاب الخارجي. تفضل عيني. إحنا طلاب الخارجي تركتنا وزارة التربية حيرة وقلق من موضوعنا، يعني ما وضحت أو بينت شنو موضوع امتحاناتنا التمهيدية، ما خلت معالجات الموضوع امتحاناتنا. وتركتنا يعني والله العظيم هسه احنا كليتنا يعني نفسيا مدمرين معنويا، حتى البيت يعني الله يشهد بيوتنا مقلوبة على روسنا. وريد نفهم شنو يعني مصيرنا، مصير امتحاناتنا، يعني وزارة التربية على مستوى دولة ما تقدر تخلي حلول، ما تقدر تنصف هاي الفئة، يعني مظلومين والله العظيم. نعم. ما حصلت أي أنمار من مديرية التربية من الأنبار أي خبر أي قرار؟ والله العظيم أستاذ عمر، يعني مع الأسف لا مديرية التربية ولا قنوات ولا إعلام واقف ويانا،
يعني ما اريد يعني اقول يعني انتم قناتكم الوحيده هسه اللي تتواصلون ويانا وتتواصلون صوتنا. اما باقي القنوات غاض النظر عن هذا الموضوع، ضاربين عرض الحائط ولا عباك. يعني احنا انه طلاب خصوصا احنا، انت تعرف انه احنا مرينا بنزوح وظروف يعني اجتماعيه صعبه مو هينه. هي اللي وصلتنا الى دراسه الخارجية. يعني اكو اسباب ما جينا هيك لحالنا. يعني انا من الطلاب يعني جيت للخارجي بسبب شنو؟ بسبب التهجير، بسبب نزوح. يعني انا جايب معدل بالتسعين، عدت على اساس معدل، اذا لغت هاي السنه كل طموحي يلغي. يعني ما اعرف شنو، يعني وزاره التربيه ما تقدر تخلي حلول، وخصوصا احنا انطينا فلوس كل طالب منطي 50,000. يعني يعني بدنا نمتحن مثل ما يقول بدنا نمتحن بفلوسنا. طلاب الصباحي والمسائي خلوا لهم جدول، وخلوا لكل فرع مثلا للادبي خلوا لهم يوم امتحاني، للتطبيق يوم امتحاني، للاحيائي. اما احنا ما خلونا، يعني مثلا يقدرون يخلون، يعني انا عندي مقترح اقدر اقدمه لهم. نعم. يقدرون يخلونا يوم ويا طلاب الدراسه الصباحيه والمسائيه، يعني والمقترح مالتي بدال ما تمهيدي يلغون التمهيدي وخلونا نمتحن ويا الصباحي والمسائي. الطالب اذا نجح بامكانه انه يحتسبوا لي درجه نهائيه. اما اذا كان معيد بثلاث دروس فما دون بامكانه يمتحن دور ثاني. اما اذا كان باكثر من ثلاث دروس فيعتبر امتحان تمهيدي ويعتبر راتب لهذا العام وما ينتقل للدور الثاني. يعني نقدر نقول امتحان مزدوج مثل ما نقول. نعم. يعني اكو حلول، بس وزاره التربيه هي ما اعرف مدى تحكي، حتى المتحدث يعني باسم وزاره التربيه يعني مدى يطلع، ولا مرات يقول راح تلغى الامتحانات، مرات يقول مبررات، يعني ما اعرف شلون ما تليق بوزاره التربيه. نعم. مع الاسف. يعني انتم يعني اتمنى على الاقل تريد تعرفون مصيركم، اكو امتحانات لو ماكو حتى تفهمون. نعم. اي نعم نعم، نريد نعرف مصيرنا. يعني هسه احنا ببيوتنا والله العظيم والله العظيم مدمرين نفسيا ومعنويا. نعم. يعني ما نعرف شو نسوي. يعني احنا همين طلاب ودرسنا وتعبنا وقدمنا وانطينا فلوس، يعني ما جينا نمتحن ببلاش، مليارات صارت عند الدوله من عندنا يعني بفلوسنا. نعم. يعني مستحيل دوله تبقى هيش، لازم تخلينا حلول. نعم. واتمنى توصل مناشدتي ومقترحي. إن شاء الله. بارك الله فيكم وسلام عليكم. وبيك عيني، الله يوفقكم إن شاء الله. يعني يعني تعرفون مصيركم وتمتحنون بأقرب وقت. أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله أهلا وسهلا. يحفظ قناتكم. الله يحفظ العراق، يحفظ شباب العراق. آمين. يحفظ طلاب العراق يا الله. آمين. والله أنا أختلف وياهم، لأنه أنا عندي بناتي ولدي من 2008 تخرجوا، لحقت لا تعيينات لا شيء. نعم. يعني هاي الشباب اليوم حتى لو تخرجوا من يعينهم؟ كامل يعينهم؟ نعم. مالك يعينهم؟ من يعينهم؟ والله العظيم يلزمون دفاترهم يقولون يبغون يمشون يفيحون. نعم. يعني هم أبو زكريا ليس بالضرورة اللي يريد يمتحن ويخلص سادس يريد يتعين هسه. تدري أنت سادس ووراء كلية 4 سنوات، أكو بيهم موظفين حتى تضاف له، يعني تعبه. أكو ناس ترى يعني يريد يحصل شهادة، يريد يشوف ثمرة جهده وتعبه خلال هاي السنوات. ومثل ما سمعنا أنمار وغير أنمار، تدري أكو ناس اللي راح يشتغل حتى يعيل أهله، أكو ناس يعني بسبب النزوح والهجرة اللي صارت بالعراق تخلفت عن المدارس. فإحنا نتمنى التوفيق للجميع. أنا أشكرك أبو زكريا من كركوك. أم أحمد من بغداد، فضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. أحييك دكتور أمار وأحيي قناة الراكبين الوطنية الأصيلة. الله يسلمك ويخليك ويحفظك، تفضلي. دكتور احنا بدنا نتحدث بهذا الموضوع، يعني التفاتة رائعة من قناتكم انه في موضوع وزارة التربية. نعم. نعرف أخطائها وسلبياتها وهذه الأمور اللي، لكن موضوع اليوم ده طرحوه. نعم. بالبداية إذا كانوا هم دا يحرمون طلاب الخارجي حجة الكورونا،
ما المفروض ادعى انه كل الطلاب من يعني ندعهم يمتحنون، ما يسوون امتحان بالفعل. يعني هذه مجازفه. هسه جماعه الخارجي يقولون ام احمد داي وين احنا بدنا نمتحن. لا نحن اكبر، احنا عندنا خبره واللي بدنا نسمعه واللي بدنا نشوفه. دكتور عمر، نعم، شنو بدي يجازفوني؟ شلون شريحه طلاب الاعدادي السادس الاعدادي بدي يمتحنون؟ شنو يريدون يقضون على البقيه الباقيه من الشعب العراقي؟ نعم. يعني ام احمد انت تفضلتي على الاجراءات، يعني الاجراءات انه اكيد اذا الطالب مريض لا راح يقدر يقرا ولا راح يقدر يروح لقاعه الامتحان. ثانيا اكو اجراءات جدا بسيطه، هي فحص الطالب، فحص حرارته، ايجاد معقمات في القاعات، تكون قاعات معقمه ومعفره. يعني هذه اجراءات يعني ممكن ما اقول وزاره او دوله تقدر تسويها، هذا ممكن انه صاحب محل، صاحب بقاله، صاحب سوبر ماركت يقدر يسويها. يعني ما معقول احنا مثل ما قلنا وسمعنا الطلاب انه يقولون احنا ليش مئات الالاف او عشرات الالاف من الطلاب من الصباح والمساء راح يمتحنون واحنا عدد قليل ما راح يمتحنون، او لغايه الان ما نعرف شنو مصيرنا. اهم الاجراءات الوقائيه ضد هذا المرض هو منع التجمعات. نعم. اكو اكبر من تجمعات الطلاب وقاعات امتحانيه، حتى لو طالب بكل قاعه هذا الشيء ما يمشي، مو صحيح، مو منطقي. نعم. ارجع على النقطه الاساسيه اللي اتصلت من اجلها. نعم. وزاره التربيه بدايه العام الدراسي من يعني نتشرت المظاهرات وطلعت الثوره خصوصا. نعم. ببغداد، محافظات الوسط والجنوب. ابدا ما تساهلت ويا الطلاب اللي بالمحافظات اللي صار عندها مظاهرات واعتصامات. نعم. ومصرة كان حجتهم الرصانة العلمية. نعم. بعدين جماعة مقتدى تركوا المظاهرات، لا والله اشو الا تدامون يا طلاب. نعم. نعرف احنا هاي الاجراءات اللي صارت كلها. نعم. فيعني معظم الطلاب، مو نقول معظمهم اذا مو كلهم، ما دارسين، دخلوا امتحانات نصف السنة واكو بعضهم ما دخلوا امتحانات ما ادوها يعني. فوين الرصانة العلمية يا وزارة التربية؟ بعدين ما يصير سنة أبور، هاي الدول قبلنا حروب العالمية الأولى والثانية توقفت الدراسة بها لسنوات. نعم. أهم شيء شعبنا إحنا، أبنائنا وصحته. لو الدراسة صحيح إحنا العلم مهم، أنا حاجي ثالثة تربوية وأكاديمية. نعم. لكن بهكذا ظروف وهي هكذا معلومات وإحنا نعرف وين المناهج؟ وين الرصانة العلمية اللي تحدث لي عن الرصانة العلمية؟ هو يصير لأطفال الدراسة نصف السنة وقتها أبو الأول ابتدائي، كيف راح يصعد للصف الثاني وما مكمل الحروف؟ أبو السادس ابتدائي كيف راح يمشي والخامس متصل ويا السادس ابتدائي وراء بكالوريا؟ نعم. والثالث بحث آخر، فأي رصانة علمية يبحثون عنها؟ المفروض تتأجل هذه السنة وتعاد إذا كانوا يبحثون عن الرصانة العلمية لكل المراحل. وتحصل العشرة هي الحلقة الفارغة. نعم. بالسنة الأولى بدراسة البكالوريوس بالدراسات الأولية ما راح يكون أو صف أول، هاي إذا، لكن هو إحنا وين هو الخريجين؟ هو من اللي يتخرج يتعين؟ من مهتم بالتربية؟ من مهتم بالأجيال اللي راح تتخرج حتى تبني بلدها؟ ماكو هذا الشيء. أنا يعني أتمنى إنه ينضم أحد صوتي، هذه السنة الدراسية فاشلة ويجب أن تعاد، وإن شاء الله للثورة الجديدة والانقلاب اللي راح يصير فعلا تكون رصانة علمية للمناهج ولا وزارة التربية. نعم. وتطلع أجيال يقدر يعتمد عليها الوطن. شكرا أم أحمد من بغداد كانت معنا. محسن من الأنبار آخر اتصال، ما بقى عندنا بس دقيقة. تفضل محسن. محسن تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع محسن من الأنبار. إذن مثل ما استمعنا إلى أغلب الاتصالات اليوم، وكان موضوعنا حول مناشدة طلاب الامتحان الخارجي اللي ناشدوا به وزارة التربية والجهات المسؤولة والمختصة حول إعطائهم خبر أو يعرفون مصيرهم، هل يمتحنون أو ما يمتحنون.
وإن شاء الله نتمنى كل السلامة في الأول، السلامة لجميع العراقيين، وأن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء عن العراق وعن جميع دول العالم. وإن شاء الله يا رب طلاب العراق كلهم موفقين في امتحاناتهم وفي حياتهم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.